والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة. والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة يداه وأباه. يبقى رجع المدينة المنورة سيب في اليمامة إيه؟ إيده اللي اتقطعت، وأبوه اللي مات شهيد. في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب هيدخل عمرو بن الطفيل. عمرو بن الطفيل اللي إيده قطعت في حرب اليمامة، هيدخل عند الفاروق والفاروق هيقدم لهم طعام. طبعا كلهم إيه؟ يدخلوا يأكلهم، لكن عمرو يتأخر عن الأكل. سيدنا عمر بن الخطاب عنده فطنة، فيقول له يا عمرو لعلك تأخرت خجلا من يدك، يعني عشان إيدك مقطوعة يعني تخجل أنك تأكل معنا. فقال أجل يا أمير المؤمنين. فسيدنا عمر قال له إيه؟ والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة. بس في واحد يقول لك معلش المساكين يأكلوا لوحدهم، أصل أنا بقرف منهم، أصل شكله، أصل مش عارف إيه. لا، شوف سيدنا عمر بيقول والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. يعني إيدك سبقت فين؟ الجنة. شوف الصحابة بيتكلموا إزاي، شوف جبر الخاطر في الكلمة إزاي. ما من أحد في القوم أحده أو بعضه في الجنة إلا أنت. فانتهى الموقف وفضل حلم الشهادة عند عمرو بن الطفيل. فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو وما زال يقاتل حتى سقط شهيدا في أرض المعركة، رحم الله الطفيل وولده عمرو. هؤلاء حقا يعلموننا الجهد والتعب في سبيل الإسلام. من اللحظة الأولى والطفيل، يعني مجرد ما خلاص مال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قعد في المدينة، قعد في مكة شوية يتعلم الإسلام، وخد الإسلام اللي خده شوية اللي خدهم دول القرآن والحديث، ومشى لينطلق بها ليدخل الناس في دين الله أفواجا. شاف من الأذى، قابل يعني ردة فعل مش طبيعية، قابل كده، لكن كان له ثمرة اللي هو دخل 70 بيت الإسلام على يده. فهم دول كانوا بيشتغلوا من اللحظة الأولى، وإحنا محتاجين إن إحنا نتعلم منهم إن الإسلام محتاج جهد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا بلغوا عني ولو آية، إحنا محتاجين نبلغ الآية، ونبلغ الآية يعني بأسلوب طيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. محتاجين يعني اللي بيعيش بعد الموت إيه؟ العمل بيعيش بعد الموت، والصدقة الجارية بتعيش بعد الموت، والعلم اللي بينتفع به بيعيش بعد الموت، والنصيحة بتعيش بعد الموت. ممكن الإنسان يفتكر نصيحة من 30 سنة وما زال بينصح بها الناس. يعني الواحد يفتكر أبوه كان بينصحه بنصيحة معينة ممكن ما كانش يفهم قيمتها زمان، لكن لما تمر السنين وتلاقي إن النصيحة دي هي اللي نفعتك دلوقتي، تعلم ان دي صدقة جارية يجري نفعها لمن توفى. انت لو اصلحت بين 2 وما زال الزواج قائما بسبب نصيحتك صدقة جارية. طول ما الزواج قائم صدقة جارية. النصيحة يا جماعة، النصيحة ممكن تكون عمل دائم وانت لا تدري، وما تنصح انصح بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا وأن يعيننا على العبادة، اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.